إذا الكريم تجلى باسم منتقب. بادئ أديبات أشكر يعني جمعية طنجة الكبرى على تنظيم هذا السمر الرمضاني وهذه الحفلة الدينية المباركة في نسختها الثالثة، والشكر موصول لأعضاء الجمعية ورئيسها، وكذلك الشكر موصول لهذا الجمهور طنجي، الجمهور الأنيق الذي أتت هذه الحفلة بحضوره وشرفنا بحضوره. وحقيقة يعني أنا جد مشدوه لكثرة يعني الحضور وتجاوبهم مع الفرقة، فرقة المجموعة الديلالية الهوارية للمديح والسماع. فحقيقة هذه الأجواء الرمضانية لن تنسى، وموعدنا معكم يتجدد إن شاء الله تعالى في العام المقبل مع رمضانية طنجة إن شاء الله. كنظن على ان اليوم هو استمرار لبرنامج رمضانيات في نسخته الثالثه المنظم من طرف جماعه طنجه والمديريه الجهويه لقطاع الشباب والمؤسسه طنجه الكبرى للعمل التربوي والثقافي والرياضي والاجتماعي. اليوم كانت عندنا ليله ربانيه روحانيه مع الطريقه الديلاليه الدرقاويه. صراحه اليوم كان واحد اللقاء متميز، واحد يعني واحد اللقاء اللي هو رباني، لقاء روحاني يعني في 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 صميم رمضانيات طنجة. احنا كجماعة طنجة ولا كشركاء المنظمين كنسعوا دائما باش نفتحوا الباب ونعطيوا واحد الإشعاع على مدينة طنجة ونعطيوا الأذواق المتميزة لساكنة مدينة طنجة. كنتأسفوا من المنبر ديالكم على الناس اللي بقوا على برا، فالقاعة الطاقة الاستيعابية ديالها فوق طاقتنا ننام. حنا بحال اللي عارفين حنا عاملين هادشي بالمجان لساكنة مدينة طنجة، لأن الهدف ديالنا هو تجويد الخدمات وتقريب يعني المواطنين مع هذه الأنشطة الثقافية والرياضية الاجتماعية اللي كتقوم بها يعني جماعة طنجة مع شركائها. كانت سهرة رائعة، قمة الروعة، بواحد الروحانيات هائلة، والجمهور كان مستجب بواحد الطريقة. شنو نقول لك، مشينا معاهم، داكشي كان رائع، تبارك الله عليهم، سيتي توب. حنا محتاجين ليهم على طول العام ماشي غير في رمضان. وفي رمضان تبارك الله كيكثروا هاد السهرات، وحنا ما كنحاولوا اننا نحضروا في اي سهره كتكون كنبغيو نحضروا فيها، وكنتمنوا انه هادشي يكون على طول العام، وان هاد الشباب الصاعد ان شاء الله حتى هو يبدا يتعلم هاد التراث ديالنا ويتعلم هاد المديح ديالنا ويتعلم هاد السمع الصوفي ديالنا تبارك الله. وكنترقاو بهم، غادي نترقاو بالاخلاق ديالهم، بالتربيه ديالهم، غادي نترقاو بالفن المغربي بصفه عامه. شكرا جزيلا. بمناسبه شهر رمضان الفضيل حضرنا سهره للفنان المقتدر سعد التمسماني للسماع والمديح. الحقيقه استمتعنا طيله ساعتين من الذكر والمديح. الجمهور كان مستمتع جدا وتفاعل مع الفرقة الموسيقية. نتمنى أن تتكرر مثل هذه السهرات أولا في هذا الشهر الفضيل للاستمتاع بنفحات الرمضانية.